Delis, we cater your dreams. بفتكر تتويج الحب هو حفل الزفاف هو انه يكون فيها الحياة المشتركة بين هالشخصين اللي بحبوا بعض اليوم حديثنا بمسيو جورمي بيتماشى مع هالموضوع راح نحكي عن الأعراس تحضير الأعراس وبالتحديد الكيترينج بالأعراس وي كيتر <تصفح> يور <مشار> جيمز بونجور ميشيل يعني بونجور شو هالسلوغان الحلو سلوغان حلو فعلا الأعراس uh... هو is a dream it's a accomplishment it's a achievement فبيفلور مثل ما كلنا بنعرف انا صاحب فلور دوليس فبفلور دوليس وي كاتر يور دريمز دريمز هي كلمه كثير كبيره هي كلمه بس كم ولكن بتعني كثير <applause> كثير حلو فعلا يلي عم نقوله بس الكيترينج هو من اصعب الاشياء يلي ممكن تتحضر بالعرس ويلي بدهم يكونوا العرسين عم بيشاركوا فيها بشكل مباشر كيف تصير القصص نحن رح نحكي اكيد عن الـ كل الستابس اللي معقولة يكونوا بتحضير العرس ككل والكيترينج بشكل خاص صحيح نحن بهالحلقه رح نحكي عن الكيترينج ولكن بحب بما انه عم عم شوف كل هالكابلز اللي عم بيجوا عم بدهم يتجوزوا عم نواجه شوي معهم مشاكلهم <applause> في كثير كثير قصص بيواجهوها فحبينا كمان نعمل هالحلقه لنقدر نوجههم بالاتجاه الصحيح لما في كابل بده يتجوز شو بده يعمل وين بده يروح من وين بده يبلش <applause> هيدي قصه كثير كبيره لما بالاخر النهار هيدا هو نهار اساسي بحياه هالكابل و فمنشان هيك نحن اليوم انا وياك حبينا شوي نوجههم نوجه هون من شو منبلش؟ من شو منبلش؟ عادة في قرار بيتاخد بعد فترة معينة كابل بيقول بحبك بحبك بدنا نتجوز <applause> اوكي هذا كثير حلو ولكن بالاخر في قرار بده يتاخد وين بدهم يتجوزوا مع مين بدهم يتجوزوا وا 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 فبدهم يبلشوا بنقطة معينة عده وقد هالعرس بده يكون كبير مين بدهم يعزموا كم شخص محددين كمان البيجيه يلي له بفتكر محل كثير مهم صحيح عده اكثريه الاوقات الكابل ببلش اما من الكيتر بيقول انا بدي اتجوز بدي يكون في الكيترينج مع الكاترر هيدا اما ببلش بفنيو بليس يعني بيروحوا بيشوفوا اثنين ثلاثه فينيو بليس اما اكثر اللي هن يمكن لان كانوا معزومين على العرس

اللي هو كمان اكيد بيكون عم بي عم بيعمل السبلاي للعراس هو عنده كل كونتاكت تبعه عم يبلش بشخص ثاني ولكن اكثريه العراس عم 90% بتبلش من هال من هال انترفينون الثلاثة فبيبلشوا من هون هون بيبلشوا عادة هيك ال... لا الشريعة لا أو <applause> أوقات في شريعة أوقات في شريعة بدي إنه أنا قاعد مع كابلز أوقات بدي أشوف قد إيه هالكابل زابطه معهم قد ايه زابطه معهم، هلا اكثر الاوقات بتكون زابطه معهم بس بنشوف كمان هيك اوقات في شخص بيكون دومينون اكثر من الثاني بيكون واحد رايق اكثر، حلو كمان نشوف هيك يكون عندنا بروجيكسيون حلو شغلك. على المستوى، كثير <applause> حلو في شوية بسيكولوجي بالبدأ وهذا الشيء كثير حلو يعني ف... كل الكونتاكت مع الانسان هو حلو يعني بنكتشف دائما اشياء جديده بالاخر اكيد هي في كثير اكسبيرينس لنادر هيك نقعد معهم ننبسط معهم ونادر نوجههم على الطريق الصحيح نزل. فعادة إذا عم ببلشوا مع ايفنت بلانر، الايفنت بلانر المفروض يعطيهم كل الـ كل الصورة، معناتها الكيترينج، الفنيو بليس، الورد، فستان العرس للعروس، الطقم، للعائلة في عندنا كمان كثير ديتايات أوقات ما بنفكر فين لأخر لحظة اللي هي الكروتي، الكروتي تبع الانفيتيشن كمان بدها شغل، في كل شيء أنيميشن زافي زافي إيه لا البند، فكل هيدا اتس a lot اوف ديتيلز عادة لما شخص ببلش مع الايفنت بلانر بيكون عنده اجوبة على كل هالنقط اذا ببلش مع كيتر مثل فلور de ليس اما كيتر تاني اما اذا بيروح على فينيو بليس بيكون عنده جزء كبير من الاجوبة لان اكيد كل كل كيترينج بيتعامل مع فينيو بليسز معين ومع فلوريست معين ومع مصور معين ولكن ما عندنا كل كل فهون بس ممكن توجهوا لكان يعني من دون ما تعطوا كثير تفاصيل اكيد بنوجه لأنه بنعرف انه في سبلايرز انني ريلايبل اكثر من 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 سبلايرز ثانيه وبنعرف كمان حسب الطبع وال يعني البيرسوناليتي تبع الكابل انه هن بيقدروا يكونوا مبسوطين اكثر بمحل اما محل تاني اما يشتغلوا اكثر مع مصور اما مصورتين او ايفر فهذا هذا شيء اساسي كمان مشان الكابل يكون مرتاح ما بيقدر نقول انه هل ايفنت بلانر ضروري يكون اشطر من ايفنت بلانر ثاني ولكن نعرف انه شخصيته رح تكون مطابقه اكثر مع شخصيه الكابل فكمان نقدر نحن هون نوجههم ليشتغلوا مع عالم اكثر من من عالم ثاني شو ببالهم قصص او تفاصيل يشتغلوا عليها من بعد ما يختاروا لنقول او الكيترينج او هالثلاث امور يلي ذكرتها بالاول ميشال كيترينج او المكان او الايفنت بلانر هون الايفنت بلانر رح نحط الموضوع على جنب لانه رح بتكون اسهل بكثير القصص نعم الايفنت بلانر اذا بنبلش فيه مزبوط في كابلز بيقولوا نحن ما بدنا ايفنت بلانر لان نحن عندنا الكونتاكتات نعرف بالضبط شو بدنا فما في لزوم انا شخصيا انا بفضل يشتغلوا مع ايفنت بلانر اما اتليست ايفنت كوردينيتور يعني رح ياخذوا الديسيزيون بطريقه سريعه في حدا رح يوجههم بطريقه يمكن يوميه كمان آه ورح يقدر يساعدهم مش معناتها لان الايفنت بلانر عنده فيز آه مش معناتها انه رح يكلف اغلى العرس م -م. لان بالاخر الايفنت بلانر رح يقدر كمان يوصلهم على السبلاير اللي عنده آه مبدئيا احسن ريشو كواليتي برايس معناتها مش دائما اللي حقه مصاري يعني اغلى، لا، معقول يوفر مصاري مع الايفنت بلانر، حتى لو العرس كان صغير ميشيل، يعني حتى لو ما كان عندنا عدد كبير من المعازيم، ممكن نستعين بإيفنت بلانر؟ أكيد، حتى إذا إذا صغير وبادر قول يمكن خاصة إذا صغير، لأن لما صغير عن جد يعني ما في دولار ينكب، فالإيفنت بلانر كمان بيكون عنده كارني دادريس بكل كل كوردو ميتييه، بيكون بيعرف إنه هيدا أغلى من الثاني، فحيقدر يوجهه أحسن باتجاه سبلاير معين، نسبة لسبلاير تاني <تصفيق> <تصفيق> نحن ككاترينج إذا بيطلبوا منا رأينا بفلوريستا معي نحن نعرف أنه في هاللي رح يقدر يلبي أكثر على الأرض اوقاتها أه الديتايات ما بت ما بتبين كثير بس نحن بنشوفها نحن لما نجي على أه على الارض بنشوف كيف الفلوريست اشتغل باي نظافه اذا الفاز نظيف اما اذا بعده أه وسخ اوقات بيكون في بعض الاتيكات لما بعدها طالعه من الكرتونه اذا صفهم كلهم انا شوي نيئة. أنا شخصيا بيعرفوني شوي كثير نيئه بالاساس فهون في الفلوريست اللي بي بيكون حاطط كل شيء بالصف يعني بس انه حط ورد وفل فكل هالقصص كمان فظيعة التفاصيل اللي موجوده بتحضير العرض هل انا نسيتهم لانه بتعرف <applause> من سنتين اذا آه ذكرتي مش عارف آه ايه بس فعلا بس في, في تفاصيل, فيه تفاصيل يعني فعلا الناس اللي منهم مختصين ما رح يقدروا يعرفون ميشيل صحيح انا نحن بفلور انا شخصيا بركز كثير لما منفوت على الارض انا بعتبر انه هيدا الارض لنا 100% <applause> فحتى اذا في حدا عم بيعمل شغله مش باحسن طريقه ممكن بتصير مسؤوليته يعني هون لما حكيت عن النظافه كمان بنشوف انه يعني الصحون الشوك الطاولات قد لازم يكونوا كمان فيهم نظافه قد لازم يكونوا محضرين بشكل دقيق لحتى يستقبلوا هالكيترر او هالطعام يلي موجود بيكون بعشاء العرس مزبوط هو شوي مثل ال... لما نحكي عن الاجبان نقول في عندي كامامبير وكامامبير مين اسمه الكامامبير بس في واحد اغلى من الثاني 50% ليه؟ اه في حدا عم بيسرقني لا ما ضروري معقول يكون اغلب 50% وعم بيسرق بس معقوله لا يمكن بيستاهل كمان 70% نفس الشيء شيء بالاعراس لما نحن عم نقعد على على كرسي بتعرفي كم عرس معقولة ينكسروا فيه خمس ستة أما عشر كراسي لأن هذه الكواليتي مش أحسن كواليتي موجودة فكمان في كتير ديتايات ما نقول أنا رح أستأجر نفس الكرسي بسعر ارخص بس ما ضروري تكون الكواليتي كواليتي مقبوله وتتاملي تتصوري لما في حدا عم بلاقي حاله على الارض لان يمكن ليتل بيت اوفر ويت يمكن لما ما تطلع كفايه على حلقاتنا منشان ياكل منيح مم. <applause> يمكن اذا لقى حاله على الارض قد ايه صورة الصوره فدائما في ديتايات اما لما عم نستاجر هال هالصحون اذا في عدد كبير من الصحون مشعور نفس الشيء بالكبيات هدول كلهم ديتايات كثير مهمين منشان نادر نتوجه بالعرس البارفي الممتاز. بالكيترينغ ميشيل يعني عم تحكي وكانه عم بتكون حضرتك موجود بشكل مباشر مع العرسين او مع هالاشخاص اللي عم يهتموا ان كان ايفنت بلانر او غيره يعني كيف بتصير تفاصيل الكيترينغ كمان؟ هي والمراحل لايف از لونج اكسبيرينس لازم أول انه نسبة للعرسان هن ما عندهم وقت مشان يجربوا، عندهم هل دي هيدا بده يكون ممتاز من اول نهار بده يكون بارفي. انا اخذت معي شوية <applause> وقت بس تعلمت انه لا لازم يكون موجود على الارض، لازم يكون مع كل كل الكابلز، سو so, بقدر لك انه عم بعمل اكبر عدد ممكن آه، مع الـ مع الكابلز عم بقعد معهم عم بشوف شو حاجاتهم وعاده نحن ما عم نجي كفلور دوليس عم نقول لهم آه، هذا هو البرودوي تبعنا آه، نحن بنعمل اكس آه، إك جريك زد انتم اختاروا نحن عم نقعد معهم عم نجرب نفهم عم نسالهم اسئله نجرب نفهم مين هن شو بدهم من وين جايين لا. من وين الضيوف آه، شو شو متصورين واكيد من لازم نوجههم على الطريق الصحيح حسب اللي انا بكون بيعملوا تيستينج قبل العرس؟ نعم نحن نسبه لنا تيستينج كثير مهم معنا عندنا هال عفوا هال انه في اوقات في كاتر بيقولوا لا ولا ما نحن اوكي فما ما, في زوم أوكذا. لا لا نحن جرينا على الارض الاثنين اوكي ولا اذا في كابل بده يعمل تيستينج علما انه نحن فلور دو احنا عم نعمل لهم تيستينج اكيد ما في خلينا كمان هيك وضح شغله وانا كمان ما كنت اعرفها عن فلوغ اه مفتكرين انه بس الاكل اجنبي ولكن لا في كل انواع الاكل اكيد. في فيوجن كمان اه شو الانواع الاصناف اكيد بيشبه دل... عن الاصناف اكيد بس انه اكيد ال... نحن ان فعلا بالعراس عاده بلبنان اكثريه من الاوقات خاصه لما سبيفي بننصح كمان يكون في اكل لبناني نسبه لكل لبناني هو شيء كثير مهم وبينخلط بي... مع الاكل الاجنبي ايه اكيد مشاهد. اكيد هلا حسب الاهميه اللي بدنا نعطيها نادر اما نحطهم على طاوله على جنب بيكون هون في بوفيه لبناني بيكون في بعدين البوفيه انترناسيونال اما معقول يكونوا مخلوطين حسب شو الاهميه حسب التام حسب شو الريسيبيون بدنا نحطهم في فخار بازاز بميتال بي, حسب هون في بفضه في كثير possibilities ولكن نحن بلبنان اكيد بننصح الاكل اللبناني اصلا بعد شوي رح يكون عندنا <applause> مع الشيف الشيف جاد مع كوكينج رح نشوف كمان نحن شو اكيد شو قوايا بالاكل اللبناني ولكن نحن بفلور دو يعني رح نحس حالنا بحفله عرس ميني ميني بس رح نشوف <applause> الكواليتي الموجوده اللي كثير مهم انه نحن بالاخر قد ما نكون قوايا منا ابطال بكل شيء فاذا فور اكزامبل عايزين يكون عندنا سوشي نحن كسوشي ما بنعمله دايركتلي ولكن بنشتغل مع احسن شركه سوشي بلبنان ونحن فخورين انه بيكون في مكتوب اسمهم لان هدول هن اشطر شيء يعملوه اكيد احسن من فلوردوليس ديليس نفس الشيء بالحلو العربي الحلو نعم. عربي في حدا اشطر منا كمان بنجيبه من نحن كثير مبسوطين انه هن معنا بدي اشكرك على هالتوضيحات ميشيل رح بتكون معنا بعد شوي بفقره كوكينج مع البير وشيف جاد خلينا ناخذ وقفه بنتابع مع جاستنس خليكم